الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة يؤكد أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي من خلال الندوة الوطنية الجامعة التي ستحدث القفزة النوعية التي يطالب بها الشعب في رسالة بمناسبة عيد النصر. رئيس الجمهورية يؤكد أن تسليم زمام القيادة للجيل الجديد من خلال نقلة سلسة في تنظيمها هي الغاية التي عاهد أن يكرس لها آخر ما يختم به مساره الرئاسي. رالي توارق الجزائر موعد رياضي بأبعاد سياحية والمسار تغيت بن عباس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. تحتفي الجزائر اليوم بالذكرى 57 لعيد النصر 19 مارس 62 المحطة الهامة والمنعرج الحاسم في تاريخ الثورة التحريرية، تاريخ وقف إطلاق النار والاعتراف بالجزائر دولة مستقلة. وبالمناسبة وجه رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأمة جاء فيها: نحتفي اليوم بعيد النصر، عيد أطلق عليه شعبنا تسمية هو حقيق بها، إذ كان يوم 19 مارس 1962 يوم انتصارنا حسا ومعنا على الاستعمار، حيث أدعنا واعترف بحقنا الشرعي في الاستقلال والسيادة. وأضاف رئيس الجمهورية: أترحم بخشوع وإجلال على أرواح شهدائنا الأمجاد، كما أتوجه بتحية أخوية حارة إلى من بقي على قيد الحياة من المجاهدين والمجاهدات. إن بلادنا، يشير رئيس الجمهورية، مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري. إن مهمة هذه الندوة مهمة حساسة، لأنها هي التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة. القفزة التي ستتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق سيبت فيه الشعب عن طريق الاستفتاء، تعديل يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد وسيخول للندوة الوطنية الجامعة. يؤكد السيد الرئيس أن تتداول بكل حرية حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مستقبل مثقل بالتحديات في هذا المجال، مستقبل في حاجة حقا إلى إجماع وطني حول الهدف والحلول لبلوغ تنمية اقتصادية قوية وتنافسية، تنمية تضمن الاستمرار في نمطنا الاجتماعي المبني على العدالة والتضامن. إن هذا النهج، يضيف رئيس الجمهورية، سيسهم لا محالة في تحرير الجزائر من التبعية للمحروقات ومن تذبذب السوق العالمية لهذه الثروة، كما أن تعزيز بلادنا اقتصاديا واجتماعيا سيجعلها تقوى أكثر فأكثر على الحفاظ على سلامة ترابها وأمنها في محيط مباشر ملتهب وفي عالم مثقل بمخاطر الأزمات المتعددة الأشكال. رئيس الجمهورية أكد قائلا: صحيح أن للجزائر جيشا وطنيا شعبيا سليلا، جيش التحرير الوطني، جيشا يتميز بالاحترافية العالية وبروح التضحيات المثالية، إلا أن أمن البلاد واستقرارها في حاجة كذلك إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية،
لكي يتمتع هو بالعيش في كنف الاستقرار والسكينة. ذلكم هو المستقبل الذي يكون بعون الله أفضل عرفان تقدمه بلادنا لشهدائها الأمجاد ولمجاهديها الأشاوس. تلكم هي كذلك، يختم السيد الرئيس، الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي إلى جانبكم وفي خدمتكم لكي تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو مزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية. عاشت الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. في سياق التعاون الجزائري الإيطالي، استقبل أمس نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمضان العمامرة من قبل رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وخلال هذا اللقاء تناول الطرفان العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا، كما تم التطرق إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. السلام عليكم. Oui, j'ai eu le privilège d'être reçu longuement ce matin par le président du Conseil des ministres italien, auquel j'ai remis un message écrit du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, entrant dans le cadre des consultations régulières entre nos deux pays, fondées sur le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui lie nos deux pays. L'Italie est un pays partenaire important de l'Algérie, c'est notre premier client. L'Italie est un pays qui joue un rôle important en Europe, dans le bassin méditerranéen, en Afrique. Nous avons donc saisi cette opportunité pour faire le point. Et donc, à l'endroit de nos partenaires internationaux, l'Algérie qui est connue pour exporter la paix, la sécurité, la stabilité, l'Algérie qui est connue pour avoir un soft power en termes de culture, de valeur. L'Algérie, donc, rassure ses partenaires internationaux sur le fait que ce moment privilégié de notre histoire est un moment qui se passe en famille, si je puis dire, qu'il n'y a pas de préoccupation particulière à avoir pour nos partenaires internationaux et que, en tant qu'État, en tant que peuple, nous sommes profondément attachés au principe de la non-ingérence dans nos affaires intérieures. Nous rassurons nos partenaires et nous leur disons, continuons à développer notre partenariat mutuellement avantageux, continuons à faire le travail diplomatique normal d'information mutuelle, mais prenons garde à ce que des forces occultes, des ONG, des individus, que sais-je, développe des intentions d'ingérence, d'intervention dans nos affaires intérieures, parce que là, c'est toute la nation algérienne qui, comme une seule personne, s'opposerait à ce genre de velléité. وبخصوص الحراك الشعبي السلمي، وفي رده على سؤال للصحافة الدولية، أكد العمامرة أن الجزائر ماضية في بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع الفئات الاجتماعية لا سيما الشباب. L'État algérien accompagne tout naturellement ce moment important de l'histoire de notre pays. Accompagne à travers les initiatives que chacun connaît, l'accompagne à travers une grande écoute à l'égard de la jeunesse algérienne qui exprime dans son style à elle, et avec beaucoup de détermination, de conviction, exprime des aspirations, des exigences démocratiques, économiques, sociales. L'État algérien qui donc indique une voie, la voie du rassemblement de nos forces, la voie de la concertation, afin de bâtir ensemble la deuxième République que nous souhaitons tous travailler à réaliser comme cadre constitutionnel d'un nouveau système, un système où la dignité de l'Algérienne et de l'Algérien sera pleinement respectée en toutes circonstances.
Cette dignité implique que les aspirations soient satisfaites, que la jeunesse puisse voir ses exigences également faire l'objet d'une mobilisation accrue de l'État algérien en termes de responsabilisation de cette jeunesse, de participation à la prise de décision. Les jeunes devront être des artisans et des bénéficiaires essentiels de notre effort de développement comme de la vie politique de la nation. متابعة لتنفيذ برنامج التحضير القتالي 2018-2019 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي، شرع أمس الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة اللواء مصطفى إسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة بزيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية. فاطمة أديب. الزيارة استهلت من موقع رجان، فبعد مراسم الاستقبال قام سيد الفريق بتفقد وتفتيش بعض الوحدات على غرار القاعدة الجوية، كما قام بتدشين ثكنة جديدة تضم وحدة من وحدات الدفاع الجوية عن الإقليم. بعدها وبالقطاع العملياتي الجنوبي تندوف التقى سيد الفريق إطارات وأفراد هذا القطاع، حيث ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الثالثة، قدم فيها أسمى آيات التقدير والإجلال للشعب الجزائري الأبي الذي تحل بدرجة عالية من التحضر والوعي والنضج وتصرف بطريقة مشرفة وبوطنية عالية. لقد أثبت الشعب الجزائري اليوم في هذه الظروف الحالية حسن وطنيا بل وحضاريا بل رفعة ينم عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع العالم في ظل هذا الوعي المدرك لقدسية الوطن والأمنه واستقراره. وجدد اليوم ما تعهدت به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ بأن الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما وفقا لمهمه الحصن المحصين للشعب والوطن في جميع الظروف. فكل ذي عقل وحكمة يدرك بحسه الوطني وببصرته البعيدة النظر بأن لكل مشكلة حل. هذه الحلول التي نؤمن أشد الإيمان بأنها تتطلب تحلي بالروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت بإذن الله تعالى وقوته. إن الأمل في أن تبقى الجزائر دائما وأبدا فوق كل التحديات هو أمل قائم ودائما. هذا الاستبشار بالمستقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش الوطني الشعبي بأنه من صنعه وبأنه يستلهم هذه القدرة من قربه من شعبه ومن خزان التقارب الذي يختزنه هذا الشعب العظيم حيال قوته المسلحة. السيد الفريق جدد التذكير بأن الحكمة والروح الوطنية التي ميزت الشعب الجزائري على مدى تاريخه الطويل هي التي مكنته من تجاوز الأزمات التي ألمت به، وذلك بفضل التضحيات التي قدمها أبناؤه البررة. لقد تخلل تاريخ الجزائر العديد من الأزمات والمحن، ومر بفترات صعبة تعرض الشعب الجزائري عبرها لأبشع صور الجرائم المقترفة في حقه طيلة فترة الاحتلال الفرنسي الغاشم، وعانى بعد ذلك بجلد وصبر شديدين من ويلات الإرهاب الهمجي لأكثر من عشرية من زمان. وسجل الشعب الجزائري خلال هذه المحن اسمه في سجل التاريخ وخرجت الجزائر رغم كل ذلك منتصرة بل أكثر قوة وصلابة تنعم بالأمن والسلم والاستقرار. ومن هذا المنطلق بالذات فإن ثقتي في حكمة هذا الشعب وفي قدراته على التجاوز كافة الصعاب مهما كانت
طبيعتها غير محدودة بل ومطلقة، وأني على يقين تام أن الشعب الجزائري الذي لا طالما وضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار يحوز ويملك من الإمكانيات الضرورية لجعل بلده يتفادى أي وضع صعب من شأنه أن يستغل من قبل أطراف أجنبية للحاق الضرر به. في ختام اللقاء استمع السيد الفريق إلى تدخلات إطارات وأفراد الناحية الذين جددوا التأكيد على وفائهم لجيشهم وشعبهم ووطنهم الجزائر. مواصلة لمسعى تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الرامي لتشجيع ودعم المنتوج الجزائري وتطوير الصناعات العسكرية لا سيما الميكانيكية منها لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي، قامت شركة سباسابل أم بي رويبا بتسليم 252 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس بانز لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطنية. نادية علمي. 252 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس بنز تسلمتها المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، عملية نوعية جديدة تثبت مرة أخرى قدرة الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز برويبا تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية على الاستجابة لطلبات زبائنها في الأجل المحددة. ليتأكد للجميع الخطوات العملاقة التي خطاها الجيش الوطني الشعبي بفضل الإنجازات المعتبرة على جميع المستويات التنظيمية الإنشائية التجهيزية التسليحية التكوينية والإعدادية، مما أكسبنا المزيد من النضج والتمرس ومزيدا من التطور والتحديث. Notre ambition inébranlable de servir nos clients est le symbole d'une très forte volonté de contribuer au développement de notre pays à travers notamment une stratégie d'implantation de succursales régionales visant à avoir des agents agréés à travers les 48 wilayas du pays. ونحن نحضر مراسم حفل التوقيع على اتفاقية التسليم، التقينا بممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ينشطون في مختلف المجالات الصناعية ويضعون ثقتهم في المنتوج المحلي. والغرض منها هو اقتناء 300 شاحنة بمعدل 100 شاحنة سنويا، ومن الممكن الطلب يكون أكثر إن شاء الله. احنا ما عندناش شك في المنتوج الجزائري، والمجمع عنده ثقافة وعنده علاقة كبيرة مع ماركة مرسيدس. قاطرة الصناعات العسكرية سيما الميكانيكية منها تسير نحو تكثيف مجهودات تطوير وعصرنة الصناعة باعتبارها من أهم الروافد الداعمة للاقتصاد. حفاظا على قيمة العملة والتقليل من نسب التضخم في الأسواق المالية، رفع بنك الجزائر نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 8 إلى 12% تطبيقا للتعليمة رقم 01/2019 الصادرة عن بنك الجزائر في 14 فبراير المنصرم. مزيد من التفاصيل مع موني أحمد حراش. بهدف تنظيم أكبر لتدفق السيولة النقدية في السوق والحد من تفاقم المظاهر التضخمية، أصدر بنك الجزائر مؤخرا تعليمة تقضي برفع مستوى الاحتياطات الإجبارية للبنوك إلى 12% بدل 8%. رفع من الاحتياطيات هو ماذا؟ هو إنقاص من قدرات البنوك التجارية من القيام بعملية الإقراض، لأن ماذا؟ لأن أي بنك تجاري كما هو متعامل عليه اقتصاديا تودع لديه ودائع، مجموعة من الودائع، ثم ماذا يقوم؟ يقوم بإقراض هذه الودائع حتى يتحصل ماذا؟ على فوائد. وبالتالي لا يمكن لأي بنك تجاري أن يقوم بماذا؟ بإقراض كل الودائع، ولكن هناك نسبة معينة كاحتياطي من أي وديعة من الودائع. هذا الإجراء الذي يندرج في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر يعد إجراء احترازيا وتصحيحيا في آن واحد.
السياسة النقدية الجزائرية اعتمدت في مراحلها في الأشهر الأخيرة على عملية طبع النقود، مما زاد في الكتلة النقدية مقابل السلع والخدمات الموجودة على المستوى الوطني. هذا ما أدى بالبنك المركزي بقيام بعملية تصحيحية الهدف منها استيعاب السيولة النقدية الموجودة خارج المصارف وإدخالها إلى المصارف. من أجل ماذا؟ من أجل انقاص الكتلة النقدية والتخفيض من معدلات التضخم في المرحلة القادمة. وكانت السيولة النقدية في الجزائر قد عرفت ارتفاعا وصل إلى أكثر من 68% بعد تفعيل آلية التمويل غير التقليدي دون وجود مقابل اقتصادي حقيقي، ما أدى ببنك الجزائر إلى اللجوء مرة أخرى لرفع مستوى الاحتياطات الإجبارية للبنوك تحسبا لتراكم أكبر للسيولة في السوق، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في مستويات التضخم بشكل يصعب التحكم فيها. عشية الاحتفال بعيد النصر، ندوات تاريخية، شهادات حية، ومعارض للصور التاريخية عبر الوطن، وهياكل ومرافق توشح بأسماء الشهداء. صالح قاسي. إحياء للذكرى 57 لعيد النصر وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أشرف اليوم اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية 6 بثمن راست على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري باسم الشهيد مليان أبو بكر، حيث كرمت بالمناسبة عائلة الشهيد. وبالمناسبة أيضا تم تنظيم ندوة تاريخية احتضنها المتحف المركزي للجيش الوطني الشعبي بالعاصمة، نشطها أساتذة جامعيون تخللتها شهادات حية لمجاهدين عايشوا الحدث، إلى جانب إقامة معرض للصور التاريخية. وبقسنطين ندوة تاريخية تمحورت حول التعذيب والمحتشدات إبان الثورة التحريرية وممارسات الاستعمار المنكرة بالشعب الجزائري، كما كانت المناسبة فرصة لعرض بعض وثائق الثورة التحريرية وشريط وثائقي بعنوان شهداء المقصلة من إنتاج التلفزيون الجزائري. دوليا، في هولندا قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون في هجوم مسلح استهدف قطارا كهربائيا في مدينة أوتريخت وسط البلاد. هذا وقد تم القبض على منفذ الهجوم، وهو شاب تركي الأصل يبلغ من العمر 37 عاما حسب ما أعلنته الشرطة المحلية. رجح رئيس الموزمبيق ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيداي الذي ضرب مدينة بيرا الساحلية إلى 1000 قتيل، وقد تم في وقت سابق التأكيد أن 90% من مدينة بيرا التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة قد تعرضت إلى الدمار بفعل الإعصار الذي قطع الكهرباء وتسبب في إغلاق الطرق وتعليق حركة الطيران في مطار المدينة. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة، مما سيعقد جهود الوصول إلى المناطق المعزولة. ونختم النشر على وقع المرحلة الثانية من رالي توارق الجزائر في طبعته الأولى، مرحلة أضفت على التنافس الرياضي لمسة سياحية بامتياز على امتداد مضمار تغيت بن عباس. للدنيا حجاب. انطلقت المرحلة الثانية ضمن فعاليات رالي توارق الجزائر الدولي بالمدينة السياحية تغيت ولاية بشار في إطار طبعته الأولى لرالي توارك الجزائر 2019. وهذه مرحلة من أصعب المراحل، فيها 90 كيلومتر حمادة و 90 كيلومتر قاليدين، وأنا أشوف كل الأجانب فرحانين على باسكو هم يحبوا كل ما تكون صعوبات يحبوا لا سبيسيال هذه، وهذه من لي سيت سبيسيال الأصعب كاع. بلد رائع، مناظر خلابة، جمال الطبيعة والكثبان الرملية، ستكون حتما مرحلة صعبة خاصة مع أبطال هذا الاختصاص من فرنسا وإيطاليا إلى جانب المتسابق عبد القادر الجزائري. والحمد لله يا ربي درت له ماكسيموم تاعي اللي نقدر عليه ودخلت الثالثة بوزيسيون. سباق المرحلة الثانية من تغيت إلى غاية بني عباس لمسافة 150 كيلومتر ستكون فيه المنافسة صعبة في الرمال والصخور.
كثبان رملية جميلة، وأنا مستعد لخوض غمار هذه المرحلة الصعبة من الرحلة. يعد رالي توارق الجزائر من المواعيد الرياضية التي تساهم في تطوير النشاطات السياحية بالمناطق ذات المؤهلات السياحية القوية على غرار تغيت وبني عباس، بني عباس التي ستكون نقطة وصول المرحلة الثانية من رالي توارق الجزائر الدولي. صفحة هذه النشرة تمت، للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية في خدمتكم. أستودعكم اللاحقا.